أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوما جديدا بشأن معالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات. وبحسب المرسوم يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفذين فرصة لإكمال تعليمهم، والطلاب الذين يحملون 6 مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يقضي بمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون 6 مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي. يشار إلى أن هذا المرسوم هو 7 الذي يصدره رئيس النظام خلال 7 أيام تزامنا مع تطور الحراك الاحتجاجية ضده في مدن سوريا. كما أصدر رئيس النظام مرسوما يقضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة إلى 65 عاما، مع إمكانيته تمديد خدمته حتى إتمامه 70 من العمر. وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن المرسوم يحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع. هذا ويعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام من نقص حاد بالكوادر الطبية والتمريضية بدواعي الهجرة وضعف الرواتب. كشف موقع ألما الإسرائيلي أن إيران خططت لاختراق اتصالات السوريين المدنية والعسكرية عبر المشغل الثالث وفاتل الذي يخضع لسيطرة الحرس الثورية. وأضاف الموقع إن ظهور وفاتل لأول مرة في قطاع الاتصالات السورية يأتي بعد عدة سنوات من الضغوط الإيرانية على النظام، ويتوافق دخول إيران إلى سوق الاتصالات مع تغلغلها في عدة قطاعات من الاقتصاد السوري، مشيرا إلى نقل إيران معظم المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لبناء البنية التحتية الجديدة للاتصالات من أراضيها إلى سوريا عبر ميناء اللاذقية. سجلت إيجارات المنازل والمحال التجارية بمدينة طرطوس ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية. وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فإن إيجارات المنازل ارتفعت منذ صدور القرارات الحكومية الأخيرة بنسبة وصلت إلى 30%، حيث ارتفعت إجرة المنزل من 500,000 إلى 700,000، ومن 750,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية. اشتكى عدد من سكان حمص من انتشار القوارض والحشرات والكلاب الشاردة في أحياء من المدينة مع تراكم أنقاض المنازل المدمرة فيها. وزعم مدير النظافة في مجلس مدينة حمص عماد الصالح لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن النسبة الأكبر من الأنقاض التي كانت موجودة في أحياء المدينة تم ترحيلها، مضيفا أن كميات الأنقاض المرحلة من مختلف أنحاء المدينة تجاوزت 1,000,000 متر مكعب، ولم يتبقى سوى نحو 200,000 متر مكعب منها في بعض الأحياء. قال فريق منسقو استجابة سوريا أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في مناطق شمال غربي سوريا قد ارتفعت إلى 90% خلال شهر آب. وأضاف الفريق في تقرير نشره أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 6,500 ليرة تركية، في حين سجل حد الجوع مستوى جديدا بزيادة 0.37% وسط تزايد معدلات البطالة بين المدنيين التي وصلت نسبتها إلى نحو 88% بشكل وسطي.